السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم بيتزا في المقلاة. إذا كان عندك مشكلة مع الفرن أو البيتزا ما تصدقلكش في الفرن، هذه الطريقة غادي تساعدك كثيرا. بالنسبة للعجينة، هي نفسها العجينة العادية اللي نستعملها دائما في صنع البيتزا. غادي نوضع لكم الرابط نتاعها تحت هذا الفيديو. وكمية الفرينة اللي استعملتها هي 500 غرام. يعني الهدف من هذا الفيديو هو الفكرة. بالنسبة لقائمة البيتزات اللي عملتهم كاع في القناة غادي يظهروا لكم في آخر هذا الفيديو. وبالنسبة للحشو هو اختياري، تقدروا تستعملوا أي حشو أنتم تحبوه. سنمر مباشرة إلى كيفية الإعداد. بسم الله. بعد ما نحضروا العجينة غادي تغطوها وتخلوها حتى يتضاعف حجمها. هنا في الصورة بعد ما تضاعف حجمها وضعتها فوق طاولة العمل، كنت رشا فيها الفارينة أو الطحينة والدقيق الأبيض، وغادي نقسمها على 6 قطع. يعني كمية 500 غرام فارينة أعطتني 6 بيتزا القطر تاعها 25 سنتيمتر. غادي نحكم كل قطعة وغادي نكوروها على هذا الشكل. بالنسبة للحجم تاعهم، إما تقطعوا العجينة عينكم ميزانكم أو توزنوها. انا قطعتها هكا عيني ميزاني، ومن بعد كورتها الى كويرات. غادي نخلوها فوق الطاوله، وحاضروا باش ما يلصقولكمش في الطاوله. الا شفتوهم لصقولكم وضعوا القليل من الفرينه، وغادي نغطوهم ونخلوهم واحد 5 حتى 10 دقائق يرتاحوا، باش من بعد يسهل عليكم عمليه توريقهم. يعني ماشي مشروط حتى يتضاعف حجمها، هنا فقط نخلوها ترتاح باش من بعد يسهل علينا عملية توريقها. هنا غادي ناخذ كرة وغادي نبدا في عملية الطهي. هنايا غادي نورقوا الكرة نتاعنا على سم 5 ملم، وفي نفس الوقت راني واضعة مقلاة تسخن فوق النار. لازم المقلاة تكون ساخنة، ومن بغو نطيبو تكون النار متوسطة. هنايا رانا ورقناها رقيق، غادي نحملها ونوضعوها في المقلاة. غادي نخلوها بضع دقائق حتى نشوفوا الجهه السفليه تحمرت وطابت، من بعد نقوموا نقلبوها على الجهه الاخرى. يعني غادي نطيبوا الجهتين. هذه الجهه مباشره هنا غادي نوضعوا فيها صلصه البيتزا، وهذه الصلصه نفسها اللي عملتها في القناه، نوضع لكم الرابط تحت الفيديو. وغادي نوضعوا الحشو. الحشو هنا راني مطيباته باش هكاك البيتزا غادي فقط غير تسخن قليلا تقدروا تستهلكوها. وفي الحشو راني واضعه اللحم المفروم مع شامبينيون ومع الفلفل الاخضر. يعني الوصفات السابقه اللي عملتهم كاين عده امثله وفيها هذا المثال ايضا. من بعد تزينوها بالجبن المبشور والزيتون وتخلوها فقط بضع دقائق، من بعد تكون جاهزه للاستهلاك. كما راكم تلاحظوا من الاسفل تجي حمراء. وبنفس الطريقه غادي نكملوا طهي بقيه القطع. ولكن عندكم زوج مقلات تقدروا تطيبوهم مع بعض باش هكا تسرعوا في الخدمه. وانا هادو 6 طيبتهم في مقلات واحده واستغرقت واحد 30 دقيقه. يعني لو كنت تستعملوا مقلتين غادي تستغرقوا فقط واحد 15 دقيقه. وبالنسبه للاحمرار تاع البيتزا من الاسفل هو على حسب الذوق. الا بغيتوها حمراء كثيرا خلوها فوق النار، ولا بغيتوها غير شويه ما تطولوش في مده الطهي. كيفاش كيشوفوا كيفاش راها حمراء من الاسفل والبنه تاعها تجي كيما المطلوع. وهنا راها جاهزه للاستهلاك. وهذه البيتزا تجي رقيقه في الوسط. الا حبيتوها تكون سميكه ما تقسموش العجينه على 6، قسموها على 5 أو 4 على بغيتو تكونكم سميكه. واش هي طيبه. وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.